صار الحزن للدار واحد من اصحابه، هونيك في ختيار ناطر على بابه. صوت المدى الازرق يتطلع ويشهق ويمطر على المنفره تا يرجع احبابه. اصبر 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 على فرح أعيادها بعيونها لون العزاء، صرخة أسى عبلادها بعيونها لون العزاء وصرخة أسى عبلادها، ومشهد حزن ما أصعبه بدموعها عم تكتبه. شايف؟ شي حلو كتير؟ شو رأيك؟ يلا الحق. مي قومي روحي على بيتكم، ما تظهري بقى بالليل ابدا. بتعرف شو مصير اللي ممكن يعتدي على عرضنا؟ هيدا مي مي تقولني هالبنت شو بدها؟ روحي شوفي شو بها. عود يا سالم، ما في شيء بخوف لهالدرجة. عود، ما سمعت صوت رصاص يا مختار؟ أكيد هذا اللي رعبها. أنا كنت رايح جيبها لولا أني جيت لعندك. عموما أنا ظاهر هلا. عود يا رجال، خلينا نكفي حديثنا. عود تفضل. نخيلك يا بنتي، نخيلك شو صار؟ ليش جيت يا بك موسخة ووشك أصفر مثل كأنه صفى دمك؟ ما في شيء، أنا ما في شيء. كيف ما في شيء؟ أكيد انرعبتي من شيء. كابوس مرة آخر. أي كابوس يا حبيبتي؟ ما في شيء أمي، ما في شيء. ما تكوني انرعبتي من صوتها الرصاص، ما هيك؟ ما تترعبي، لحظة كنت ضعف. يدل عليك يا بنتي، يدل عليك يا حبيبتي. لولا هالشهم يلي خلصني منه. شو يا بنتي؟ من النار يا أمي. وأنتي شو اللي جابك لحالك؟ ما كان بيك رايح يجيبك لو ما مجوة المختار؟ ضميني يا ماما، بردان دفيني. يا دور يا أمي، يا دور يا أمي.
تقدري علي؟ يعني فينا نستلم المغفر منهم على بكره؟ هيك طلب مني زكور تبلغك. هيدا احلى خبر سمعته الليله يا مختار. لا تؤاخذنا يا مختار. كيفها مي هلا؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. عرفتي منها شيء؟ اكيد خافت من صوت الرصاص اللي طلع هلا. مش هيدا ابنك عبد اللي جاي يا مختار؟ بلا هو. خير ان شاء الله. مساء الخير. مساء النور. زكور بده اياك حالا بي. شو في عم؟ دايما جماعه زكور قتلوا بالبساتين قبل شوي. الله يستر. اكيد البنت انرعبت من هالشي. بعد الكلمة اللي ألقاها نقيب الصحافة ما لازم نسمع ولا كلمة تأبين ولا جملة العوض بسلامتكن، وبعتقد هيدي رغبة أهل الفقيد، فقيد الصحافة، ورغبة كل اللي بيحبوه وأكتركن منهن. ما لازم نقبل تعزي ببلال إلا بعد ما يتحقق اللي ناضل وعاش كل عمره من شانه، هو سيادة وحرية واستقلال لبنان. كلنا لازم نكمل المشوار، كل واحد بموقع المسؤولية تبعه، واللي بحب بلال ببلش من هلأ. تفضلوا. سمر، هلأ مش وقت بكي ودموع، قدامنا مسيرة طويلة بدنا نكفيها. بظن أنت كمان يا ابن عمي لازم تاخد موقعك منشان عدد بكرة ما يتأخر. أنا متأكد لو كان الأستاذ بلال عايش وسألته مين بده يقعد مطرحه كان رح يختارك أنت. مش قادر، مش قادر يا رجب. كلنا بنعرف انك بتقدر يا ابن عمي. تفضل قرب وعود. هذا ألمه، ألمه مش لازم يموت. بهيدا رح تكمل مسيرة المرحوم بلال. عاصي، اكتب المقال الافتتاحي. فجر افكارك ومعاناتك، خلي صوت ألمك اقوى من صوت رصاص. الله يخليك اكتب يا ابن عمي. اكتب عاصي، هلأ بلشت المسيرة. تفضلوا، أنا أتركه يكتب. إلى صديقي الراحل جسدياً، إلى بلال. جاء وقت المواجهة وحان وقت دعم هذه المواجهة من الجميع وبكل الوسائل. إنه وقت الوقفة مع الذات، مع الوطن، مع الكرامة، وقت التضحيات ليأتي يوم الاعتزاز. اطمئن يا صديقي، فكل هذا حاصل حتماً. بذور المقاومة التي زرعت على يد من قال السلاح زينة الرجال قد أينعت وابتدأت ثمارها تظهر، لدرجة أن العدو نفسه قد أطلق اسم وادي الدموع على أماكن تواجده.
كنا الباكين والشاكين، فانقلبت الصورة وانتصر الدم على السيف وقاومت العين المخرز. عاصي البيروتي. كم اشتيك غسان؟ صار لك ساعتين شردي. يا ترى بقدر اسالك بشو عم بتفكري؟ بهالليل وبهالكون وبهالنجمات الشارده بالسما مثل قناديل الاساطير. اف 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 اف. شو هيدا؟ هيدا كلام منه عادي. عم تتمسخر؟ والله عم بحكي جد. عموما ما تنسى انه عم بدرس ادب بالجامعه. شو كنت عم تعملي هلا؟ هلا كنت عم بكتب شعر. لا ما هيك بالضبط غسان، شعر صفاء الوجود. بعدني ما وصلت لهالمرحلة. انه يعني لأي مرحلة؟ لأي مرحلة تقريبا وصلت انت؟ مجرد خواطر شخصية يعني. فيني اطلب منك تسمعيني شي كم خاطرة؟ فراغ 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 يملأ كياني يشرخ ضميري، ضياع يشربني ويحتويني، كأن البشر كتل من حديد مصهور، كأن القمر يبكي ظلمه يخلع ثوب النور، حتى البحر صار مخيفا رهيبا. أبحث عن معنى لذاتي لوجودي لصراخي وصمتي وشرودي، أبحث عنهم كالغريق عن المجداف. أرى غدي مثل الكهف الرهيب، ما إن أفكر فيه حتى يلسعني بألف صوت، فأهوي وأهوي. فهل من مغيث؟ رائع رائع يا رنا. بجد؟ عجبتك الخواطر؟ بتصدق رنا؟ بتصدق لو قلتلك انه هالخواطر كأنها نابعة مني انا، بتعبر عني انا، عن ضياعي، عن رعبي من بكرة، عن خوفي من المستقبل. لايقة هيدي زهرة عامة لشباب هالجيل. لايقة هيك فعلا. ناجي يا ناجي. مين؟ أنا رجوب، أنا رجوب يا ناجي. فوت فوت الباب مفتوح. مرحبا ناجي. عود رجوب خير؟ بعد ساعتين أنا نازل على بيروت. بيروت؟ أمير اللي عندك تسلى تيطلع الضو. تفوت أعمل لك قهوة. لا لا ما تعمل لي قهوة، أنا جوعان بدي أكل. شرب شاي. ليه نازل على بيروت؟ نازل اطمن على أستاذ عاصي ورجب وإبراهيم، لأنه الضيعة ما بقى تنسكن. بتفرج بكرة بتفرج. ليك هذا الكتاب شو؟ هذا الكتاب؟ هيدا الكتاب عن حرب العصابات. ليك فيني أخده معي على بيروت هيدا تسلى فيه على الطريق؟ وهيدا الكتاب مهم كتير بالنسبة إلي، بس تقراه وتخلص بتردوا قوام. قوام خلص ضبه وبعدين بتقراه كول. الحمد لله شبعت شبعت. وانت راجع من بيروت؟ بعد ما اطمن على الاستاذ عاصي ورجب وابراهيم. ابراهيم ورجب، ضيعانك ابراهيم بطل ابن بطل. بطل ابن بطل. كنت عارف انك ما رح تقدر تنام. ما هو المفجوع ما بيقدر ينام يا اخي رجب. بيني وبينك يا ابن عمي، اللي ما بيقدر ينام اكثر هو اللي عم بفتش على اسبابها. انا ما عم فتش، انا بعرف انه اسرائيل هي السبب، او بالاحرى وعد بالفور هو السبب الفجيعه. صح اللوم استاذ. تفضل. بخير يا شباب. الفجيعه بلبنان بكل ضيعه بكل بيت، وقبل الاحتلال بكثير يا رجب. شو يعني سنه ال 75؟ قبل بكثير. بداية أحداث 75 هي نتيجة لنموها الغرس الطائفي على المستوى الإداري والقضائي والدستوري وعلى كل مستوى. شو رأيك بالتحليل أستاذ عاصي؟ هذا صحيح،
واللي عم يحصل هلأ ما كان بيحصل إلا بتغذية ورعاية وتدبير من الخارج ومن الداخل كمان. هيدي من 4 أيام سيارة مفخخة على الكولا روحت عدد كبير من الضحايا، ومن يومين بالأشرفية سيارة، وقبلها سيارة، وبعدها لح يكون في سيارات وحواجز طيارة طائفية ما بتعرف كيف بتنبت ولا بتعرف كيف بتختفي. يعني سلسلة من المجازر المترابطة. أنا اللي بدي أفهمه هودي شو بدهم؟ إبادة الشعب اللبناني بكامله؟ قرب قرب الهويات عدى عدى هويتك أنت زل من السيارة أنت زل وقفهم قرب تحلو قرب لشوف قرب أنت الهويات أنت نزال هويتك هويتك زل تحت زل زل وقفون احنا صندوق لعب السيارة امشي تحلو شو فيها شنطة؟ تحت الهوية أسرع أسرع رفع شنطة شو فيها هذا شو؟ كد شو؟ افتحها لأشوف افتحها أسرع بسرعة بسرعة افتح زالة ورا حارب العصابات ولا؟ ليه ما جيت لنتروق سوا مثل ما اتفقنا؟ ما بعرف شو صاير الهيئة في شي، هيدول 10 أوامر عسكرية بدو يغن أبو فادي هلا. كل هيدا صار مبارح؟ ولولا ستر الله وهالزلم الشهم يلي ما بعرف من وين طلع، ما بكفي، مجرد ما أفكر بالموضوع بخاف كتير. بعدين عرفت انه لقيوهن مقتولين، يعني هو اللي قتلهم. ما بعرف، حتى شكله ما بعرف وكان ملطم. اكيد صار في معركة بيناتهم. الله يستر ما يكون تصاب او صار له شيء. ما بعتقد، ضيع مقلوبه ما لقيوا له اي اثر. اكيد هيدا واحد من المقاومة. بس شو؟ هلا تذكرت شيء كثير مهم. عيط لي باسمي، باسمك؟ ايه، قال لي فلي هلا يا مي انا متذكرة منيح. معناتها هالحكي انه بيعرفك منيح. اكيد بيعرفني. فكرك انه يكون شاب من شباب الضيعة؟ 100% هالشاب البطل من الضيعة وبيعرفني منيح. على كل ان اخذوا كل الشباب ليحققوا معهم. انا السبب بكل هيدا. الاوغاد هن السبب. قبل ما يحتلوا الضيعة كنا وكانت بألف خير. كنا نظهر وقت البدنا ونرجع وقت البدنا. وعديني انه ما حدا يعرف باللي صار. شايفتيني خوتا؟ اذا حدا نعرف اكيد بياخذوك وبحققوا معك. وكمان حتى ما يوصل خبر لابراهيم. ويجرحوا بسجنه. في شي عن اللي صار امبارح بعين الصقر؟ ليش؟ شو صار بعين الصقر؟ قتلوا 2 من رفاقنا. وكمشوا اللي قتلوهم؟ بعتقد لسه. قول ما راح يبين معي شي الا انه عم بطبع. جنات وديع؟
ممنوع. شو بك يا ريجي؟ هذه ما أول مرة. وليه زعلت بس اطلعت على ملف سالي؟ لأنك ما سألتيني، لأنك أخذتيه من ورا ظهري. إيه بوس إيدك وزو قفا وظهر من هون. ريجي، ليلة امبارح كانت بتجنن. شو سئيل. رح أترككم لوحدكم شوي. امتى صار كل هيدا؟ بهالاوضاع الاستثنائيه اللي عم بيمر فيها لبنان بالساعه الوحده يا ابراهيم ما بتعرف شو بيصير. وبسبب هالوضع اللي شرحنا لك اياه الاستاذ عاصي منه معنا هلا. يا الله شو مشتاق. وهو كمان مشتاق لك، وان شاء الله بعد كم يوم بيجي بزورك. كم يوم؟ الصبر يا ابن عمي الصبر. اي صبر هيدا؟ ما قادر اتحمل. بمجرد ما تهدى الاوضاع بعد بدي انطر. ما قلنا لك اصبر يا ابراهيم. الصبر بهالاوضاع مزلي. انا لبناني، بلدي عم يمرق بمحنة، وضيعتي محتلة والله أعلم شو عم بصير فيها. طمن بالك الضيعة بألف خير، وأهلنا بالجنوب عم برقصون الإسرائيلية على الجمر. هيك أنا عم خطط أهرب من السجن. اصحك تفكر التفكير عاجلاً أم آجلاً، الدولة رح ترجع. خلصني يا أستاذ، قلنا سنين عم نسمع هالحكي. شو باك إبراهيم؟ الاستاذ كامل معه حق، هيدي الحالة الفلتاني منا منطقية وما رح تطول. بكرة بس ترجع الدولة رح تصير متهم بجرمين، واحد منهم مأكد وهو هروبك من السجن، ولا شو يا استاذ؟ رجب معه حق، ثم أنا ضامن براءة إبراهيم من اتهامه بمقتل زياد ياسين. ها؟ سمعت؟ وخصوصي بعد ما مات الشاهد الرئيسي اللي لقى المسدس. لشو مات؟ نعم مات بحادثة، ونشرت بالجرايد وما مات لوحده كمان. مات معه عادل اللي كان بده يشارك أدهم بيك بأرض زياد. كل هيدا وأنا محبوس هون؟ وعايا إبراهيم، وعايا بن عمي. وهلأ من شان تنعنش وتنبسط تفضل. شو هيدا؟ ماشي مهم، رسالة من الحبايب. من مي؟ ليك عم يتزاك علي، قال إنه لقطع الطاير. أراها من شان نفسيتك ترتاح. لا 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 لا، عم تغلط يا أستاذ كامل. محسوبك سوابق بالمواضيع، لازم يقعد لوحده ويقراها بمزاج. يعني ما عرفتوا مين القاتل؟ هيك بقول تقرير زكور. حقق مع كل الموجودين من اهل الضيعه وكلهم كانوا ببيوتهم. بدي اعتمد حالي ما قريت شيء حتى يوصلني تقرير مفصل وله قيمه. ما تخاف كولونيل، انا مش راح اسكت. تسكت او ما تسكت ما بيهمني، بدي نقتل طيب او ميت. زكور اكد لي انه بيستبعد يكون القاتل من اهل ضيعه عين الصقر. هيدا اخطر. بتعرف شو معناتها واحد من المخربين يخترق الحصار اللي عاملينه ويقتل اثنين من شنوده مثل النمل؟ كل هالشي بعرفه كولونيل. ما بتعرف شي يا مسؤول الامن. بترجيك كولونيل، ليش تيح نعمل مشان نحمي شمال اسرائيل ونقضي على المخربين؟ وقت بيخترقوا وجودنا معنا هالشي انه فشلنا بحمايه نفسنا. مفهوم يا ابو فادي؟ مفهوم كولونيل. عموما رح جيب مصدر من اهل الضيعه وبشوف يكون عنده شيء. بيقدر ناطر تقرير فصل عن الحادث. يا رايح صوب بلادي ودخلك وصل لي السلام، بدر اهلي واولادي مشتاق لهم رف الحمام. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. بدنا ثلاث متطوعين لعملية مهمة ضد العدو الصهيوني. أنا بس العملية كتير صعبة وجديدة بأسلوبها. مستعدين. ما بدكم تعرفوا شو هي العملية؟ أكيد كمان لدورية للعدو أو على شخصية صهيونية أو هجوم على قافلة للعدو. وإنت؟ إنت قلت إن عملية مهمة بأسلوب جديد. صحيح. شو ما كانت العملية صغيرة أو كبيرة أنا جاهز، مهم نحرك القضية ونفرجيهم معنا المقاومة اللبنانية. شو اسمك؟ أحمد قصير من دار قانون النهر. شو بدك؟ تعي عبي هون. ماني فاضي عم بجلي. لك بدي أخذ رأيك بشي مهم. دقيقتين، الجاليات ما رح يهربوا. خير، تفضل. منك ملاحظة أنه في شي هيك ولا هيك بين غسان ورنا؟ لا ما بسمح لك. بنت اختي مربيه منيح وما بتعرف لا هيك ولا هيك. وابن اختي كمان مربى منيح ما بيعرف لا هيك ولا هيك. لكن شو بتقصد بحكيك؟
قصات مثل اللي صار بيناتنا بالزمانات. فهمت عليك. بعدك تتذكر؟ ليش هيدي ايام بتنتسى؟ بس شو اللي ذكرك هلا بالماضي؟ انك ملاحظة انه في اعجاب متبادل بين غسان ورنا وكأنه رايدين بعضهم. الله يسمع منك. يعني بنت اختي بنت عائله وجمال وعلم ما ناقصها شيء. يا ريت تكون من نصيبه. ليك هلا بس ترجع من عند رفيقتها حاول اسأليها عن الموضوع. رح اسألها. يا جماعة الخير، هيدا مجرد اجراء روتيني. معقول يحبسوا رجالنا؟ بيقتحموا بيوتنا وبيرعبوا اولادنا؟ بدي اياكم تعرفوا منيح اني عم تابع الموضوع لحظة بلحظة. والنهاية يا مختار؟ هيهم فلتوا اللي حققوا معهم. بعد ما فلتوا جوزي. ذكور وعدني راح يفلتوا الباقيين عشية. وابني يا مختار؟ ابنك حكاية تانية يا ابو فريد. ليش حكاية تانية؟ هيديك المرة قلنا اعتدى عليهم، بس هالمرة ابني كان مع ابنك. ابني ما نكر، خبر ذكور هيك يا ابو فريد. فاذا ليش بعدهم معتقلينه؟ يا ابو فريد يا جماعة، اللي عم يحصل شي طبيعي بعد حادثة امبارح، وبإذن الله الأوضاع بترجع لطبيعتها. مثل ما سمعت منهم ما عندهم نية يضايقوا حدا. أكتر من هيك بكتير يا مختار. هيو نسلموا المغفر للمعاون سليم وسمحوا بفتح نادي الضيعة. لولا هيدي الحادثة نحنا كله هيدا ما بهمنا، بهمنا نحافظ على كرامتنا. بإذن الله ما بيصير إلا مثل ما بدكم. أنا رح تابع الموضوع وما بتمرق هالليلة إلا وكل شيء منتهي. ليك يا مختار، يكون بعلمك إذا ما رجع ابني من هلأ لعشية ما رح يصير خير. ولك يا خيي يا أبو فريد، هالجماعة ما بينفع معهم أسلوب التهديد والوعيد. طلع طلع تنشرب فنجان قهوة. شرفنا. عميد لحظة محلي. كيفك؟ منيحة. لحظة كسر ايدك. شو بحب المرة القوية. وصلك؟ عسل. اوف اوف هالولاد شو بيوسخوا، مش معقولين. جيتي هنا؟ هنا؟ ام نديم شو بكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو صار لك ام نديم؟ خالتي ما بقيت عاش بالضيعة. ليه؟ شو صار معك؟ هذا الكلب العميل زكور بعده ملاحقك؟ والله العظيم لو ما هالولاد الظهر عندي لكنت قتلته. هذا الكلب، هذا الكلب زاد كثير اليوم، انا رح فرجيك. لوين؟ بدي روح خبر كل رجال الضيعة. لا. ليش لا؟ خلص ما بدنا نكبر المشكلة. ناجي؟ ناجي؟ نعم. وينك؟ وين صارت القهوة؟ جاهزة عملتها، فوتي بجيبها؟ يعني إذا بتريد. الحالة ما بتنطاق يا مختار. الناس ما قادرة تعيش. بيكون الواحد نايم ببيته بأمان الله، ما بتلاقيهم إلا فجأة طبوا فوق راسه، قلة أدب. معك حق عمي أبو فريد، هيدا ما بيصير. ولك شو دخلك؟ شو اللي ما بيصير؟ نتحديهم، نمنعهم بالقوة، اللي وين القوة؟ إيه؟ الشاب كلامه صحيح يا مختار. روح شوف شو في وراك شغل جوا. حاضر. لك ما قلت لك فوت لجوا؟ فوت! هيدا ما بيفهم شيء يا ابو فريد، والمثل بيقول اذا لك شيء عند الكلب قل له يا سيدي. هيدا المثل كذب بكذب، اللي بيترك حاله يحتاج للكلب بيصير كلب مثله. ولك ما قلت لك فل وما تتدخل بشيء ما بخصك. تسلم ايدك خالتي، بس انا ما طلبت قهوه، ماني كثير صحبه انا وياها. جاي عبالي اشرب قهوة انا وياكي ونحكي سوا. بأمرك خالتي، بس وينه عمي ماهر؟ مثل ما بتعرفي عمك ماهر بملي معدته من هون، بغمض عيونه من هون وبروح نايم. قليلي ان شاء الله مبسوطة عنا.
شو قصتك خالتي؟ صرنا أكثر من سنة معكم، هلا جاي تسألينا هالسؤال؟ يعني ما ناقصك شيء؟ ناقص. شو ناقص يا عيون خالتك؟ قولي. ناقص تصارحين لي باللي بدك اياه من دون مقدمات. شو ذكي هالجيل. شو الموضوع خالتي؟ طيب رح ندخل بالموضوع. شو رأيك بغسان؟ صحيح وينه غسان؟ غسان راح عند أدهم بيك وأكيد تكمش فيه على الغدا. غسان شاب آدمي. آدمي وبس؟ وبيفهم. وبيفهم وبس؟ ايه بالإذن خالتي. بس أنا فهمت. أبو فادي هيدي مني معاملة. ها معلش فريد، لزوم الشغل إنه ما في طريقة تستدعيني فيها غير هالطريقة. هيدا الكف رح يزيد لك أسهمك بالضيعة. الناس اللي شدوا معي ذكر ما إلهم دخل بشي، هودي مزرعين معطرين. نعرف، لكن ليش شدعتوهم لهون؟ فريد، هون رح يكونوا غطاء ودعاية لإلك لما يظهروا. بس هودي الناس أنا كنت فريد، الشيء اللي عم نعمله لمصلحتنا ومصلحتك. وديع شرف. لك الهيئة ولعت يا عم وايد مرتعوا. ولك يلا رنا. وين رنا؟ يا رنا يلا عشان غسان وين غسان بطر مدرح ما هو يلا يلا مشو معي. شو قصة البيت؟ ما بعرف يا خيي. أبصر ليه الزكور مصمم الرقبة 24 ساعة خصوصا على الختيارة؟ مع إنه ما بيعيش فيه غير الختيارة والصغار والمرة حلوة. دير بالك شوفنا حساب الصغير حياته حربوق. صحيح الكلام اللي قلتيه اليوم للجماعة يا منى؟ أي كلام؟ إنه بدك تبيعي سيارة المرحوم. أي صحيح. ليش يا أم نديم؟ أنت بتعرفي مشان تعمري البيت؟ وأكتر من هيك شو في غير هيك؟ بصراحة وحية إبراهيم بتزعلي مني. متقلة من حالي. خالتي المصاريف زادت. ما تكفي. ما تواخذيني خالتي، بس تعرف انه كل واحد حمر. حبيبتي اشربي القهوة قبل ما تبرد. هون صارت العملية بالضبط. هذا الطريق مسكر بنهايته. صحيح، بس هون في زروب صغير. ومين ساكن بهالمنطقة؟ هون بيت المختار ومكتبه. وهون؟ هون بيت ابو غالب. هو مش هون، يعني البيت فاضي. انت متأكد انه فاضي؟ ولو ابو فادي، جماعة تذكروا اقتحموا البيت وفتشوه. وهون؟ هون بيت ام كمل، ست ختيار عايشة لحالها. وجوزها؟ اعطاك عمره. ما في عنده اولاد؟ بلا، بس مسافرين بالبرازيل. يعني ما في ولا بيت قريب من موقع الحادث ممكن تشتبه فيه؟ ما هيدا اللي مجنني. فريد، اسمعي اللي رح قلك اياه.
وبدي اياك تنفذه بالحرف الواحد. اسمعي يا ابو فريد. نعم يا شيخ. اذا ما رجع فريد لبكره لازم نتصرف، واكيد باذن الله رح نتصرف. طبعا. بس شو لازم نعمل يا شيخ ابو غسان؟ مش رح نعدم وسيله. ايه، حكم القوي على الضعيف. لو ابني هو اللي قتل هالكلاب صدقوني ما كنت زعلت. نعرف يا ابو فريد، بس العجيب الغريب انه عبد ابن المختار خبر زكور انه فريد كان معه. يا جماعه هودي ناس خلص حطوا فريد براسهم. طبعا، لانه هو الوحيد اللي صدّلهم. اذا ما ظهروه انا رح ابقى هونيك واضرب عن الاكل والشرب تيعطوني ابني. تاكد انه كل الضيعه رح تعسكر معك. مرحبا ابراهيم. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا يا ابو ميت. تفضل. شكرا. يا اهلا بخي سالم. اهلا اخي منصور. وهي القهوه جاهزه. شكرا اخي منصور. شو بك يا ابو مي؟ بدهم اياني اشتغل معهم. شو؟ ليكوا على هالحكي. طيب ما انت ابن دوله. بدهم اي مشكل بيصير بالضيعه بلغهم عنه تيحلوه. يعني اشتغل لحسابهم. الله اكبر، شو مفكرين حالهم هدول؟ انت ابن دوله بدك تضل ابن الدولة. طيب شنو ناوي تعمل؟ ولا شيء. أي مشكل رح يصير رح حله بالمخفر، ما رح بلغهم على شيء. ولك يسلم لي هالراس. على كل حال نشكر الله يا جماعة، من النادر ليصير عنا مشكل. حتى لا سمح الله إذا صار مشكل يا بينحل بالمخفر يا بينحل عند حضرتك مولانا. استغفر الله العظيم. يضل بخير مولانا، وبيته وصدره مفتوحين لكل أهل الضيعة. مرحبا. مرحبا. بابا موجود؟ موجود. لو سمحت بتنادي له؟ حبيبي. فريد بنتك نور برا. بالإذن يا جماعة. تفضل. خير يا بابا، شو في؟ ما تنرعب بي، ابن خالتي محمود وصل هلا وناطرك بالبيت. اي عال عال. طيب جاي معك بس لاستاذني من الجامعه. يلا تبي فتح الباب، في حدا بده يظهر. ما رايح على اختيارها هلا، شكلها بده حدا يحس فيها. تنبلش زكور بالجهاز. الو، هل تسمعني؟ الولاد ناموا، بدك شيء قبل ما خالتي ام ابراهيم؟ خالتي؟ خالتي؟ عجيب، وين رحت بالليل؟ اهلا ام ابراهيم، شرفي. تسلم مختار. شو بتحبي تشربي؟ مشكور مختار، أنا جاي وقصدتك بخدمة. تأمري. قديش بدك؟ بدي بيع شقفة الأرض الصغيرة اللي جنب أرض أبو غالب. لكن البيع والشراء بهالأيام مثل ما أنت عارفة بيعها بأي سعر مختار. اللي بعرفه من أيام المرحوم محمد بركات إنه مهما صار ما ببيع أرض من أرضه. هيك صار مع ابن إبراهيم، الله يفك سجنه. بس هاي الأرض مختار نحن ما عم نستغلها بشي، منشان هيك بترجاك لاقي لي حدا يشتريها وفورا. ليش قصدتيني هالمرة؟ لأنك مختار الضيعة. طول عمري مختار الضيعة، لكن لا أي مشكل مادي أو غير مادي كنتوا تقصدوا الشيخ عبد الرحمن، خصوصا أنتوا بيت بركات. بس هالمرة بتختلف. ليش يا إبراهيم؟ لأنه لو قصدت الشيخ عبد الرحمن كان رح يصر إني أنا فهمت فهمت، راح يصر على انه الارض ما تنباع ويعطيك المصاري اللي بدك اياهم. وانا ما بدي اكون مديوني لحدا.
لكن منشرب القهوة ومنتمل الأرض ومنشوف شو بدنا نعمل. تفضل جميل. تعرف اسمه؟ تفضل. ليل. ما تخاف، هذا مكان أمين. خذ اشرب شوية مي. أما مين أنت؟ ليك جميل، هون ما في أسئلة، بديك تكون رجال مثل خيك إبراهيم. أنت بتعرفه لخيي؟ بعرفه وبعرف وبعرف كل واحد بضيعة عين الصقر. لكن أنت مضيعتنا. شو اتفقنا؟ ما بدي أسئلة. حاضر. بتعرف شو بدي منك هلأ؟ شو؟ تقعد هون، ما تتحرك ولا تظهر تأرجع. بدك تتركني هون لحالي؟ نص ساعة تقريبا تشوف شو صار. لو بدك تظهر
انت ما بدك تطمن شو صار لمنى وبيتكم؟ خدنا معك. انت جنيت؟ اكيد هلا رح يقلبوا الضيعة عليك. عود جميل، عود وخليك رجال مثل ما اتفقنا. نحن ضمير الكون والتضحية نحن نور الكرامة لو صور ملا نحن. نحن ضمير الكون والتضحية نحن نور الكرامة لو صور ملا نحن. نحن حكاية شعب جبار ما بيركع تحدى الزمان الصعب. أيار يا أيار يا وراء مكتوبي مش بالحبر